احنا الشباب نقولوا درنا واحد النوع جديد ديال الاعلام، ربما كتسمعوا بهذا المصطلح ديال الاعلام الجديد. بدينا كنفسوا به الاعلام الكلاسيكي، مثلا جرائد، الراديوات، التلفزيونات، ولكن ما كتعرفوا اعلام مدير من طرف الشباب وموجه للشباب. وكثرت يعني ديك الانتاجات كثروا بزاف تقريبا من الشتاء في المغرب، مثلا غنلقى واحد العدد كبير يعني تقريبا يعني الاولى كيمارس هذه الانواع ديال الانتاجات، مثلا سواء الكوميديا او برامج موجهه للانترنت. دونك هذا اللي وقع من اللي نقدر نقولوا اننا احنا وصلنا صوتنا تقريبا لجميع الناس، اننا نقولوا بلا حتى حنا كاينين شباب بغينا نعبروا، بغينا نخرجوا داك الشيء اللي عندنا، يعني شباب يعني وصلنا الافكار ديالنا وقدرنا نعبروا على داك الشيء اللي بالداخل ديالنا وقدرنا حنا نتفاعلوا مع الميديا. يعني مابقيناش كنتسناو ان الفرصه تجينا مثلا من الجرائد ومن الراديوات او من التلفزيون، بل حنا ولينا كنخلقوا الانتاجات، حنا اللي ولينا كنخلقوا حتى الخبر. كما كتعرفوا مثلا راح تعرف في الوقت فاش كان واقع الحراك العربي، تقريبا حتى القنوات العالميه تقريبا مثلا الجزيره كانت كتستمد الاخبار ديالها من داكشي اللي كان كيصوروا الناس بالتليفونات ديالهم والاخبار اللي كانوا كيكتبوا الناس في. يعني حنا ما بقيناش معولين بالقنوات الكلاسيكيه، بل ولينا حنا اللي كنمشيو الخبر، لا ما كنمشيو الكوميديا، لا ما كنمشيو البرامج. حنا كنعرفوا ان الاعلام ديالنا اعلام حكومي يعني مسيطر عليه الدوله، دونك هما اللي كيحددوا شنو غادي يتكال شنو ما يتكالش، شنو يديفيوزر شنو ما يديفيوزرش. دونك نتفق معاك ان الانترنت كان واحد النافذه جديده يعني داروا الشباب باش انهم يعبروا على انفسهم. واللي جميل في هذه المساله هو ان الانترنت الحمد لله ما فيهاش رقابه، دونك تقدر تعبر كيما بغيتي يعني بكل حريه. واللي جميل ايضا هو انك داكشي اللي كتوصلوا يعني كتوصلوا من القلب ديالك، يعني كما كتعرفوا ان التلفزيون في واحد النوع الرقابه، اما في الانترنت يعني عبر كيما بغيتي، ما كاينش اللي يحبسك ولا سميتو. اتفق معك ربما اللي كاين واحد المشكل هو كاين مشكل ديال الرقابه الذاتيه، يعني واخا الانترنت راه مفتوحه وتقدر تقول فيها اللي بغيتي، اللي كاين واحد النوع ديال الرقابه الذاتيه اللي تتكونترول داكشي كدير، لان بطبيعه الحال عندنا مقدسات، عندنا اشياء كنحترموها.